كل الشكر للأخوان في اللجنة التشريعية والقانونية على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة تعديلات أعتقد أنها مستحقة بشكل كبير من فترة طويلة. النظام الانتخابي كان ولا يزال لغاية الآن هو أحد أدوات السلطة في محاولة تطويع الإرادة الشعبية. لو نرجع للتاريخ السياسي في الكويت نجد أن كل حل غير دستوري أو كل تعليق للدستور كان يتبع تعديل في النظام الانتخابي بشكل أو بآخر. في 76 عدلت الدوائر إلى 25 دائرة، وفي 86 تم تعديل النظام بأكمله عن طريق المجلس الوطني. وأيضا لما عدل المرة الثالثة في 2012 عدل لأن كان هنالك حالة فريدة وجديدة على المشهد السياسي الكويتي، ووصول أغلبية تشريعية إلى مجلس الأمة في 2012، فلجأت السلطة إلى تغيير النظام الانتخابي من أجل إعادة تشكيل الخارطة داخل مجلس الأمة. اليوم احنا نعيش ترى في نفس الحالة، اليوم هنالك أغلبية تشريعية موجودة، لذلك المرونة اللي موجودة اليوم عند السلطة في تقبل فكرة تغيير النظام الانتخابي لا تذهب بعيدا عن الحالة السابقة. هنالك قناعة لدى السلطة بأن هذا النظام مثل ما ذكروا الأخوان تم فك الشفرة الخاصة فيه من قبل الشعب الكويتي، لذلك أوصلت أغلبية تشريعية قادرة على فرض إرادة الشعب الكويتي بشكل واضح على التشريعات الصادرة وعلى الرقابة التي يمارسها مجلس الأمة. هذه فرصة استثنائية، حالة استثنائية غير مسبوقة، من الضروري ومن المسؤولية علينا جميعا بأن نستغلها في تعديل النظام الانتخابي، وهذا راح يحسب لهذا المجلس بشكل واضح لأنه لم يسبق لمجلس الأمة أن غير في النظام الانتخابي. جميع تعديلات النظام الانتخابي السابقة، نظام الدوائر الانتخابية السابقة أتت من السلطة، فيما عدا يمكن العشر دوائر وخمسة أصوات في المجلس الأول. لذلك اليوم نحن أمام فرصة، إن لم نستقلها سنحاسب عليها شعبيا وسنحاسب عليها أمام التاريخ. قوائم النسبية أو تعديل النظام الانتخابي بشكل آخر قد لا يكون الحل المثالي، ولكن حل مطلوب في الفترة الحالية لاستغلال هذه الفرصة المتاحة لنا. اليوم يمكن موجودة، بكرة ما هي موجودة. لذلك النظام الانتخابي سواء كان بالقوائم النسبية بأي شكل من الأشكال قد لا يكون مرضي للجميع، ولكن الحاجة لتغييره موجودة. الأمر الآخر، النظام الانتخابي يجب أن يكون بالأساس معبراً عن الإرادة الشعبية بأقصى درجة ممكنة. لا نتوقع أن يكون معبراً عن الإرادة الشعبية ب100%، ولكن أن يكون معبراً بأقصى درجة ممكنة. ولا يمكن تحقيق هذا الأمر والوصول إليه ما لم يكن هنالك أيضاً عدالة في نظام الدوائر الانتخابية وفي كيفية تمثيل نواب مجلس الأمة للشعب الكويتي. لذلك هنالك حاجة لتطوير هذا العمل، أن ينقل العمل البرلماني من العمل الفردي المشتت إلى العمل الجماعي، وكلنا شفنا أهمية ودور العمل الجماعي في الفترة الماضية لما شفنا التنسيق النيابي الواضح اللي أدى إلى خريطة غير مسبوقة في تاريخ الكويت، خارطة تشريعية واضحة ومحددة الجلسات. هذه أهمية العمل الجماعي. صحيح نظام القوائم النسبية قد يقود ما هو مهيأ، احنا محتاجين جمعيات سياسية سابقة لهذا الأمر، ولكن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه أسوأ من تطبيق القوائم النسبية بدون جمعيات سياسية. لذلك الذهاب قدما في مسألة تطوير النظام الانتخابي مسألة مطلوبة منا جميعا، الحاجة إلى هذا التغيير. ولكن أيضا نؤكد على بعض ما ذكره الأخوان في أن نضمن من خلال هذا القانون أن لا يكون هنالك تحزبا طائفيا مناطقيا قبليا في نظام الانتخاب القادم. نريد أن نعالج مشكلة رئيسية موجودة في النظام الحالي وفي كثير من الأنظمة الانتخابية التي مرت، الحاجة إلى أن يكون الاختيار مبني على أسس وطنية واضحة. لذلك دوركم في اللجنة التشريعية ودور الأخوان المهتمين في متابعة هذا الأمر ومد الأخوان في اللجنة التشريعية بالاقتراحات والملاحظات أمر مهم. نتطلع بإذن الله أن نصل إلى نظام انتخابي يعالج كثير من سلبيات النظام الانتخابي الحالي، ونكون قد قدمنا شيء للشعب الكويتي في هذا الإطار.